أنا هدى الحمادي، متطوعة في مركز الشارجة للتطوع، تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، ومتطوعين في ضاحية السيوح ومن سكان ضاحية السيوح، وحبينا المكان أنه يكون في تعاون وسهولة إجراءات المراجعين والناس اللي يجون يسوون الفحوصات. وطبعا في قسم خاص للنساء والأطفال فوق الخمس سنوات، وفي قسم خاص للرجال. معكم متطوع عبد الله جمع المهيري، متطوع لدى مجلس ضاحية السيوح في الشارقة. يسعدني التطوع هنا في خدمة المواطنين، حيث أشرف على دخولهم وتفقد هوياتهم وبرنامج الحصن. أنا سعيد أني أشرف على هذه العمليات وقسم الرجال. معكم إبراهيم محمد النقبي من مركز الشارجة للتطوع. حاليا مركز الشارجة للتطوع طرح فرصة تطوعية اللي هي مجتمع معنا المجتمع آمن. الفرصة هي في مركز ضاحية السيوح للبي سي آر. طبعا تم فتح الفرع للبي سي آر للمواطنين فقط، موجود قسم للنساء وقسم للرجال لإجراء البي سي آر. طبعا في متطوعين من النساء ومن الرجال. المتطوعين النساء مهمتهم هي تسهيل دخول للمواطنين من النساء لفحص البي سي آر، والرجال مهمتهم دخول المواطنين لإجراء فحص البي سي آر، من تنظيم والتشيك على المرور الأخضر وتنظيم دخولهم وخروج جميع المراجعين من المواطنين.